إن شاء الله راح نتكلم عن بعض العلاجات التي تخص علاج التهاب الحلق عند الطفل، مثل يتم إعطاء الطفل علاج اسمه الإيبوبروفين، إعطاء الطفل دواء مثلا مسكن للآلام مثل الإستامينوفين، مثل أيضا تشجيع طفلك على شرب السوائل، أيضا تجنب المشروبات الحمضية وعدم شرب السوائل الباردة، أيضا يجب شرب مثلا عصير البرتقال أو عصير الليمون، بشرط واحد إذا كان لا يوجد تهيج في المنطقة. إذا كان يوجد تهيج في المنطقة ننصح عدم شرب عصير البرتقال، لأن عصير البرتقال ممكن يزيد من تهيج المنطقة، وأيضا يمكن أن تهيج الحلق وتزيد من سوء حالة التهاب الحلق. يمكن أيضا ليمون يزيد التهيجات. يجب استشارة الطبيب عن العلاج المناسب. أيضا بالنسبة للأطفال الأكبر سنا، تقديم الحلوى الصلبة والحلوى الحلق اليابسة مثلا أو الملبسة أو المصاصات المناسبة للأطفال الأكبر سنا، يجب الانتباه هنا أن هذه المصاصات قد تكون سببا للاختناق الأطفال الصغار في السن ما قبل المدرسة. أيضا من الواجب الانتباه أن هذه المصاصات إذا كان الطفل يأكلها مع وجود التهاب قد تسبب تهيجات للحلق وجفاف، مما يزيد حالة ألم الحلق والمرض، لا تساعد في العلاج أبدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.